العملية الأولى من نوعها هي هذه المنشأة الهامة والباخرة بولغا، باخرة ذات حجم 4500 طن، اللي من أهداف هذه الباخرة هو اكتساح سوق جديد للتزويد بالمواد البترولية في عرض البحار. تكون لها فائدة بالنسبة كذلك للسوق المحلي، لأنها تغطي يعني تنقل مواد بترولية من مصانع أرزيو إلى الجهة الشرقية، وكذلك من سكيكدا اللي جي ان ال سكيكدا للمصانع تاع سكيكدا لي رافينري دو سكيكدا، غير كذلك للجهة الغربية والشمال. حصينا 12000 باخرة، حبينا نروحوا لهذا السوق الجديد ويتزويد هذه الباخرات بالمواد البترولية عبر هذه الباخرة الأولى، وحيكون كذلك 3 بواخر راح تتبع هذه المنشأة في القريب إن شاء الله. C'est l'éclairage extérieur, un détail des alarmes du navire, garde les alarmes.